بالعطورات المشتملة على الكحول، هل هي نجسة أم لا؟ أغلب الناس الآن يستعمل العطورات، يستعملون وهي مشتملة على الكحول. هذا فيه ثلاثة أقوال بالنسبة للمعاصرين: قول بالطهارة مطلقا من دون التفات إلى النسبة، وقول بالتحريم مطلقا ولو كانت النسبة قليلة، والقول الثالث وهو الصواب أن الكحول إذا كانت نسبته قليلة مستهلكة في المادة العطرية فإنه طاهر، للقاعدة اللي ذكرناها قبل قليل أن الأشياء المحرمة إذا استحالت فإنها تكون طاهرة. أما إذا كانت النسبة كبيرة، وهذه لا أتصورها، أنه ما يمكن أن تكون نسبة الكحول 90% مثلاً ولا 80%، لأنه أصبح خمر، تكون المادة العطرية تبع للمادة المسكرة اللي هي الكحول، ولذلك تكون هناك مادة الكحول قليلة تستهلك داخل المادة العطرية، وعليه الأطياب والعطورات الموجودة هذه طاهرة وليست نجسة.